الحملة التوعوية لتبرع بالدم تقيمها رابطة طلبة كلية الطب الكويتية، راح نعرف تفاصيل هذه الحملة مع ضيوفنا في الاستديو. عبد الرحمن عجاج، عضو اللجنة المنظمة للحملة التوعوية لتبرع بالدم، حياك الله. الله يحييك يا هلا والله. وأيضا ياسمين زوربا، عضو رابطة طلبة كلية الطب الكويتية، حياك الله. حياكم الله اكيد ومنوريننا. طلبة الطب في البداية، معاك ياسمين، كلمينا عن أنشطة رابطة طلبة الطب الكويتية. اوكي، بالاول الرابطه هي الممثل الرسمي لطلبه الطب في جامعه الكويت، وتحت الرابطه في عده لجان، كل لجنه لها اهداف وانشطه معينه، في انشطه ترفيهيه وفي انشطه علميه دراسيه ثقافيه وغيرها، في انشطه انسانيه. فور اكزامبل، قبل اسبوعين كان عندنا نشاط بالجامعه، جمع تبرعات للاجئين السوريين، وعندنا بعد رحلات إغاثية إلى دول محتاجة مثل صوماليا وتنزانيا، وغيرها عندنا لجان لها علاقة بالأبحاث، التبادل الطلابي، ويعني كل مجال له لجنة. ممتاز، حملات جدا جميله واللجنات اللي قاعد تكلمين عنها، قواكم الله، والله يكثر من امثالكم من الحملات اللي قاعد تسوونها بالنهايه حق الكويت. كلمنا عن حمله التبرع بالدم اللي من شوي في البدايه تكلمنا عنها، وقاعد تقول لنا قبل لا نطلع رد من الفاصل انكم لكم جانب خاص قاعد تشوفون تروحون مستشفيات وحابينكم تساعدون، وخصوصا تخصصكم في جانب انساني. اول شيء في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. انا بالبدايه ودي اشكر قناه الراي واشكركم انتم شخصيا على حسن الاستضافه. احنا هدفنا كطلبه طب واطباء في المستقبل باذن الله ان احنا نرفع شوي من المستوى الثقافي الصحي او التوعوي، مو بس داخل سور الكليه، وان احنا دائما نهدف ان دائما نترك بصمه واثر في المجتمع. لذلك عقب ما شفنا ان بنك الدم هم يعاني من نقص شديد في المخزون، قررنا احنا رابطه طلبه الطب الكويتيه ان احنا نقيم حمله خيريه انسانيه توعويه لتبرع بالدم. هذه الحمله هي اسبوع كامل راح تكون تتخللها انشطه عديده جدا، من محاضرات، من ورش العمل اللي اساسا راح تفيد كل طالب وطالبه في كليه الطب. هذه الورش العمل ان شاء الله راح نعلن عنها قريبا في حسابنا بتويتر، وكذلك بنك الدم راح يكون متواجد طوال هذه الفتره عشان يتيح الفرصه لغيره في التبرع. نعم، ياسمين، خلينا نتكلم اكثر عن هذه الحمله، او بالاخص هل كانت لكم حملات سابقه انسانيه من نفس الموضوع؟ اي طبعا، هذا شيء مو غريب بكليه الطب، دائما عندنا حملات توعويه عن عديد من الامراض. بالصيف كان عندنا حملة عن التوعية وكشف عن العلامات البدائية للسرطان. نعم. ولأمراض ثانية. نعم. وقبل كم سنة هم كان عندنا حملة عن التوعية عن السكر، كانت حملة كبيرة وكانت بالأفنيوز، وهم كان عندنا نفس الكوميدي شو وكان بعد توعية عن السكر. فكل سنة وخلال كل سنة أكثر من حملة عن توعية عن مرض معين. بعض المرات تكون حملاتنا بروحة، وبعض المرات تكون حملة جزء من نشاط آخر. نعم. مثل ما ذكرت أختي ياسمين أن بالصيف الحملة اللي صارت بالأفنيوس كانت جزء من مؤتمر عالمي كبير شارك فيه أطباء ودكاترة من برا. نعم. صارت الحملة بالأفنيوس في مختلف التخصصات، يعني كحملة إنسانية خيرية يعني شاركتوا فيها. اي بالضبط. حلو، ممتاز. ذكرت ياسمين اكثر من حملة شاركتوا فيها، ولكن شو اللي يميز حملة التوعية بالتبرع بالدم؟ احنا نفس ما قلت لك بالسابق ان احنا ودنا ان كل نشاط نسويه مو بس نطبقه داخل الكلية، احنا ودنا ان نترك بصمة واثر في المجتمع. لذلك في نهاية هذه الحملة يوم الخميس ان شاء الله راح يكون في عرض كوميدي خيري، ستاند اب كوميدي شو تحت عنوان بلادي فاني. راح تستضيف رابطه طلبه كليه الطب نجوم من الولايات المتحده الامريكيه، احمد وطهران وعمر زاهر، وايضا من الكويت النجم بشار الجزاف. هذا العرض الكوميدي راح يكون عرض كوميدي خيري، راعي الكوميدي شو راح يكون جزء منه لصندوق رعايه المرضى لعلاج اطفال سرطان الدم. هذا العرض الكوميدي مو بس يقدر يشارك فيه طالب او طالب كليه الطب، وانما المجتمع كبره، كبير صغير شباب بنات الكل يقدر يشارك. حتى بنك الدم راح يكون متواجد باليوم يوم الخميس عشان يتيح الفرصه للاخرين بالتبرع بالدم. نعم، ياسمين، ليش لجأتوا الى الكوميدي شو من خلال نشاط لحمله تبرع بالدم؟ اتوقع الاثنين ما لهم علاقه ببعض، ما فكرتوا انه يكون عندكم نشاط متصل بمحتوى الحمله؟
عندنا طبعا هو هو الحملة كلها تستغرق أسبوع كامل، فبالأسبوع راح يكون في أنشطة ثانية، راح يكون في ورش عمل، راح يكون في ورشة تعلم طالب الطب شلون يسحب دم، وراح يكون في ورش ثانية اتعلم الطالب الإنعاش CPR. نعم. فراح يكون عندنا دكاترة تتكلم عن كل دكتور يتكلم عن موضوع غير لا علاقة بالدم. وبعدين غير كذي حبينا نزيد نشاط واحد ما له شغل بالطب وبالدم، اي، وعشان نفس ما اخوي عبد الرحمن قال عشان ناخذ نجيب ناس من المجتمع كله تحضر الشو مالنا عشان تشارك معنا بالحملة. انا اكيد بالنهاية انت محتاجة نشاط معين يجذب المجتمع. احنا صحيح. بحملاتنا اللي طافت كنا نطلع المجتمع، كنا نروح المجمعات، كنا نروح حتى الجمعيات، كنا نروح حتى ما يصير في ماراثونات كنا نشارك فيها كحملات خيرية. لكن كل مرة انت محتاجة ان تطلعين شوي عن الستاندرد، تكسرين شوي الحاجز وتسوين ايفنت شوي يشد حتى طبقة الشباب تحديدا، يعني ككوميدي شو، حتى يعني شيء اللي يونس موضوع انه مو بس حتى الشباب اللي قاعد يحجزون تذاكر حق الكوميدي شو، انما حتى الكبار ودهم انهم يشاركون ويانا ويتبرعون معنا بالدم، خاصه ان الكوميدي شو بكبره هو كوميدي شو خيري، يعني في جزء منه راح يروح لصندوق رعايه المرضى نفس ما قلت لكم قبل شوي. ممتاز، جزاكم الله خير. ياسمين توج قلتي شغله ان في بعض الناس راح يشاركون، هم شلون ياخذون يسحبون الدم من الناس اللي راح تتبرع، ولكن هل هذا فقط لطلبه الطب ولا الناس تقدر انت تشارك في هذا الشيء؟ لا، هذه الورش بالذات بس حق طلبة الطب. حلو. عشان يبي لهم يعني واحد متخصص بالموضوع، بس عشان كذي زدنا الكوميدي شو عشان نجيب ناس من كافة المجتمع تشارك معانا بالحملة. طيب شو ممكن انتم تنشرون هذا الوعي ما بين المجتمع للتبرع في الدم، او حتى سواء كان تبرع بالدم او التبرع المادي لامراض سرطان الدم وغيرها؟ بالتاكيد احنا دورنا طلبة الطب ودور الرابطة كجهة المسؤولة عن طلبة الطب، احنا دورنا ان احنا نطلع في انشطة مختلفة جدا ذات افكار ايضا مختلفة عشان تشد الناس للوعي، لان احنا عندنا لجنة خاصة بالانشطة الانسانية الخيرية. تمام. فنقدر نستخدم مثلا وسائل السوشيال ميديا، الفيديوهات، الصور. ديورينج الحملة، أثناء الحملة راح يكون الكلية كلها متزينة بثيم كامل عن البلود دونيشن. حتى الشركات اللي تشارك ويانا هم راح يكون في يعني راح يكون في تغطية إعلامية كبيرة جدا عن البلود دونيشن، لذلك اللي يشارك يتأثر يعني. صحيح. ممتاز. ياسمين ودنا نذكر مرة ثانية مشاهدينا وين راح تكون هذه الفعالية والتاريخ وراح تكون كم يوم، نذكرهم بس مرة ثانية. إن شاء الله راح تبدأ الحملة يوم الأحد 22/1. حلو. وراح تنتهي يوم الخميس 26/1، وبإذن الله راح تكون بكلية الطب بالجابرية. يعطيكم العافية وموفقين إن شاء الله من خلال هذه الحملات الإنسانية الطبية التوعوية اللي من خلالها الأمانة قاعد تخدمون طلبة الطب فيها، وأيضا قاعد تخدمون المجتمع من خلال رفع الوعي عندهم في هذه الأمراض وغيرها. يعطيكم العافية أكيد عبد الرحمن عجاج عضو اللجنة المنظمة للحملة التوعوية للتبرع بالدم، وأيضا ياسمين زوربا عضو رابطة طلبة كلية الطب الكويتي. يعطيكم العافية وموفقين إن شاء الله. الله يعافيك. مشكور. يعطيكم العافية وكل شكر لكم والله يوفقكم إن شاء الله، ونزوركم تاريخ 22 ونعرض بعض المقتطفات من هذه الحملة في رأيكم شباب يوم الأحد. بس أسأل أقول لكم أنا كل أحد تكون عندي فقرة خاصة للطلبة أنشر فيها كل شيء يخص الطلبة سواء في جامعة الكويت أو الجامعات الخاصة أو خارج الكويت. وصلنا معكم أكيد لختام حلقتنا لليوم، نلقاكم على خير إن شاء الله يوم السبت على نفس الموعد. مع السلامة. مع السلامة.